مرحبا بكم الناس الكل في اخبارنا الرياضيه. نجوم الترجي الجديده ستحضر مواجهه الغد بين الترجي وتي بي مازيمبي، ولا بدري يفاجئ الشعباني والجماهير اخر لحظه. بعض النجوم المطلوبه من فريق بيبي سويقه في الميركاتو الصيفي، ومن بينها زوج لاعبين جزائريه ستسجل حضورهم غدا في مباراه الترجي ومازيمبي الكونغولي في اطار ذهاب نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. هذا كما تاكدت رسميا مثل ما اشرنا اليها سابقا جاهزيه خليل شمام وانيس البدري ومحمد علي اليعقوبي بعدما ان اثبتت الفحوصات تعافيهم من الاصابه، وقد يكون لبدري موجود في قائمة الترجي.